بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط 18 الخاصة بفتح الابكار الحقائق والانتاج الشخصي من مسافة 3 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتابع هنا نسير مباشرة الى مقدمة الشوط لأتابع هنا الخليجية للسيد محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. وصل شعار الطيارة يتقدم شعار بن قشمان على المركز الاول والانطلاق الاول بينما المركز الثاني هنالك ثاني التحديات بينونه سالم بن عبيد بن طماش المنصوري وصل على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث المقروعة وصلت على ثالث التحديات منصور بن حمد العري المنصوري يتقدم على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع من وصلت شواهين محمد بن سعيد بن حمرور العامري وخامس التحديات هنالك عالية محمد بن بخيت الرقابي المنصوري يتقدم الآن على المركز الخامس وسادس التحديات العنود العنود لسيد صالح بن محمد بن عاطف الرشيد وصل في هذه اللحظات بينما المركز الثامن هنالك الوصول والانطلاق من مشكورة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي وأيضا هنالك الوصول من قبل الضفرة سيف بن ضفر بن محمد العامري بدأ يتقدم العملاق العيناوي ولكن نعود بحضراتكم إلى مقدمة طويل المركز الأول وهنالك الخليجية على صدارة الشوط الخليجية على المركز الأول محمد بن سويد بن قشمان المنصوري مقدما لاسم الخليجية على المركز الأول هذا الشعار المتألق دائما وابدا في فئة الانتاج الشخصي هنا شعار الطيارة يتقدم المشاركين يتقدم هنا على المركز الأول الخليجية اسم كبير اسم مميز يا مالك الخليجية المركز الثاني ثاني التحديات وهنالك بينونة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري بدأ يتقدم شعار المنصوري على مستوى المركز الثاني يا سلام بينما المركز الثالث هنالك من تتواجد على ثالث التحديات الوصول والانطلاق المميز والجميل من قبل العابرة حمد بن محمد بن قناص بن علي العامري وهنالك أيضا شواهين محمد بن سعيد بن حمرور العامري بدأ يتقدم الآن ومشكورة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي وأيضا الشعر العيناوي مع الظفرة سيف بن مظفر بن محمد العامري أحد الشعرات المميزة بدأ يتقدم الآن بدأ ينطلق وهنالك الوصول من راهية سالم بن حمد بن قناص بن علي العامري. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الخليجية الخليجية على المركز الأول محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يا سلام المركز الثاني الظفرة سيف بن مظفر بن محمد العامري شعر بن قناص على المركز الثالث المركز الرابع شعر بن سالمين مع مشكورة ولكن أبقى مع القيادة أبقى مع الريادة الخليجية في جولة التحديات في جولة الأوامر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن انطلقت الآن باعدت المسافة باعدت المسافة وقدمت لنا العروض المميزة سلام يا الوثبة سلام سلام يا بن قشمان محمد بن سويد بن قشمان المنصوري الخليجية الخليجية اسم كبير كفيتي ووفيتي الخليجية وسلاماتنا من الوثبة للوثبة بن قشمان لله درك على هذا العرض المميز والجميل تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام تكريم أم المركز الثاني وصلت مشكورة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي المركز الثالث هنالك تكريم حشر بن ظفر بن راشد الهاجري المركز الرابع الخليجي محمد بن سويد بن قشمان المنصوري المركز الخامس لدى لجنة هنالك الدخول جماعة المركز الرابع والخامس هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط الخليجية
التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية محمد بن سود بن قشمان المنصوري 4:18 ثمانية أجزاء من الثانية، ثاني مشاركة لها في حياتها ولم تذق طعم الهزيمة، هزيمة وتنحدر من سلالة هملول المملوك لسيد محمد بن سود بن قشمان المنصوري. تهانينا والناموس بينهم المركز الثاني. تكريم 4:24 ثلاثة أجزاء من الثانية، توقيت تكريم حشر بن ظفر بن راشد الهاجري المركز الثالث، الظفرة سيف بن ظفر بن محمد العامري 4:24 أربعة أجزاء من الثاني، المركز الرابع وصلت مشكورة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي، المركز الخامس هنالك الهبيبة عيسى بن سعيد العيسى الخيالي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.